جدا اتصدمت بعد ما النصر السعودي مقرر يفسح عقد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، اول لاعب الدولي المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله، لان عبد الرزاق حمد الله اعتزل دوليا من سنتين بعد الازمه الشهيره اللي حصلت في بطوله افريقيا 2019. عبد الرزاق حمد الله اللي معروف عنه انه لاعب مثير للجدل، اللاعب المثير للجدل ده هل ما كانش ليه مشاكل في النصر السعودي؟ لا، كان ليه مشاكل كتير في النصر السعودي من اول ما وصل النصر السعودي، بس المشاكل كانت بتعدي ليه؟ لان عبد الرزاق حمد الله في اول وتاني موسم ليه كان واحد من هدافين الفريق وكان واحد من هدافين الدوري، فوقتها بيتعدى له مشاكل كتير، حتى لو بيقول الفاظ نابيه في المطار وبيعتدي على موظفه لفظيا المشاكل بتتحل، لو بيغلط في المدير الفني او بيغلط في لعيبه المشاكل بتتحل، ليه؟ بيجيب يا باشا، بيجيب اجوان يا باشا، ولاعيب مؤسس في الفريق، انما المشاكل تبدا تظهر امتى؟ اول ما عبد الرزاق حمد الله ما يبقاش مؤثر في الفريق، واول ما ارقامه ما تقل، وقتها انت بتاع مشاكل. طب ما بتاع مشاكل بقاله 3 سنين. بس السنة الأولى كان مفيد، السنة الثانية كان مفيد، السنة الثالثة غير مفيد، فإذا نحن نعاقبه على السنة الثالثة للاستهتار وادعاء الإصابة وإنه بقى بيسافر المغرب كتير. والجديدة بقى بيقول لك إن في فيديو عبد الرزاق حمد الله اتسرب له إن هو بيشتم على مسؤول نصراوي، طب ما تسربوا الفيديو ده. بص إحنا خلاص قررنا فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله، وكمان هنتعامل معاه بكل الطرق القانونية علشان خاطر ناخد حقوقنا منه. الله على الاخلاق، والله على الجمال، والله على اداره النصر اللي بترفض تصرفات اللعيبه المفترض ان هي بتغلط في حق النصر والنصرويه. انا لسه قايل لك من شويه ان هم مشوا عبد الرزاق حمد الله علشان خاطر ارقامه تراجعت. هنفهم امتى بقى يا اسطى؟ هي دي الاسباب الحقيقيه لفسخ التعاقد. الاسباب الحقيقيه لفسخ التعاقد هو تراجع مستوى عبد الرزاق حمد الله وقله تهديف عبد الرزاق حمد الله السنه دي، هي اللي كانت السبب الرئيسي في شجاعه مسؤولين النصر السعودي ان هم يقرروا التخلي عن الهداف التاريخي او واحد من الهدافين التاريخيين للفريق وهو عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله في اوج عطائه واوج تسجيله لا يجرؤ احد ان هو يمسك التعاقد معاه، بس استنى لما مستواه يقع، وقتها كل المشاكل اللي عملها من ساعه ما وصل للسعوديه ومن ساعه ما النصر ما جابه تطلع بقى. ليه؟ الاداره محتاجاها. فهمت يا اسطى السبب الرئيسي لفسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله؟ سيبك بقى من كل الهري اللي هيتقال في الاعلام، هو ده السبب الرئيسي بالنسبه لي كواحد عايش في مجال كره القدم، ان هو اللحظه الحاسمه انك تقعد تفسخ عقد عبد الرزاق حمد الله هي اللحظه اللي عبد الرزاق حمد الله يكون مستواه سيء جدا فيها ويكون خلاص انت عندك البديل ليه، فوقتها بلاها مشاكل عبد الرزاق حمد الله، بلاها ان عبد الرزاق حمد الله لعيب بيفتعل مشاكل، كنا زمان بنعدي له المشاكل دي لما كان بيسجل، انما لو بطل يسجل لا مش عايزين يا باشا، احنا مش عايزين حد يبوظ لنا الفريق، انا هي الكوره كده، رونالدينيو فضل يعمل كل اللي هو عايزه ويعبث في برشلونه براحته لحد ما قل عطائه وبيب جوارديولا قرر ان هو يمشيه، ديكو كان شرحه، فهي كره القدم كده، اذا كان ديكو ولا رونالدينيو ما عرفوش يسلموا، فعبد الرزاق حمد الله هيسلم؟ هذا رأيي يا اسطى، ولو ليك رأي تاني قولي في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك.